ما لا يؤخذ بالسيف يؤخذ بالتدبير. عقوبات تليها عقوبات على ميانمار. الاتحاد الأوروبي على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل يعلن بحث الاتحاد آخر تطورات الوضع في ميانمار. وزراء خارجية الاتحاد يبحثون في اجتماعهم آخر التطورات في ميانمار وأثيوبيا. الوضع متدهور هناك. في ميانمار سنفرض عقوبات على 11 شخصا مرتبطين بالانقلاب العسكري واعتقال المتظاهرين السلميين. رد خجول على النداءات اليائسة لسكان ميانمار. يستجدون دعما دوليا إنسانيا. يقف الفيتو الروسي والصيني عائقا في وجهه. الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات محدودة على المجلس العسكري في ميانمار. وفي خضم دعوات الأمم المتحدة إلى حظر عالمي لإرسال الأسلحة هناك، دعا دبلوماسيون إلى الحفاظ على وحدة المجلس بعد رفض الصين وروسيا الحليفتين التقليديتين لميانمار التحدث عن انقلاب هناك. خذلان العالم قضية ميانمار لم يمنع المتظاهرين من الخروج إلى الساحات بشكل متواصل رغم تهديدات المجلس العسكري المتكررة وتكثيف جهوده لمنع انتشار أي معلومات حول الاحتجاجات المتزايدة ضد الانقلاب. تزامناً مع التهديدات واستخدام العنف ضد المتظاهرين وتزايد القتلى والجرحى والمسجونين، إجراءات جميعها باءت بالفشل. شعب ميانمار لا يزال رافضاً للانقلاب الذي لم يلبي طموحاته، بل زاد أوجاعه وجعاً. يوماً بعد يوم يزداد المشهد هناك تعقيداً ووحشية، وتزداد المظاهرات والأصوات الدولية الرافضة للانقلاب زخماً، أمر جعل الانقلابيين في وضع لا يحسدون عليه بعد رهانهم على صمت الدول المجاورة وإرضاخ الشارع للأمر الواقع. باءت محاولاتهم بالفشل حتى الآن.